توجيهات صارمة أمر بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لحماية المتظاهرين السلميين، أهمها عدم استخدام السلاح لأي سبب كان ومعاقبة كل من يخالف الأوامر وفق القانون. تصريحات الكاظمي جاءت خلال زيارة له لمحافظة البصرة، حيث افتتح برجا غازيا يعد الأضخم من نوعه بصناعة الغاز في العراق. وبالنسبة لأزمة ميناء الفاو الكبير، أكد الكاظمي أنه يعد من أولويات الحكومة، معلنا أن حكومته ستعمل جاهدة من أجل التوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه. ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان وزارة النقل العراقية تراجع شركة دايو الكورية عن إكمال بناء مشروع ميناء الفاو ومطالبتها بمبالغ إضافية. وتعرضت الشركة المنفذة لميناء الفاو خلال فترة تولي رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي لضغوط وتهديدات من ميليشيات مسلحة، ما أجبرها على وقف عملها عدة مرات. والشهر الماضي عثر على جثة مدير الشركة معلقة بحبل داخل موقع يبعد عن ميناء الفاو بمسافة 10 كيلومترات. وأثارت الحادثة تساؤلات عديدة، خاصة وأنها وقعت بعد أيام قليلة من إعلان وزير النقل العراقي ناصر الشبلي الاتفاق مع الشركة على تنفيذ المراحل المتقدمة من مشروع الميناء الحيوي. وكان ناشطون وصحفيون عراقيون تحدثوا عن تلقي الشركة مؤخرا تهديدات وعمليات ابتزاز من جهات داخل وخارج محافظة البصرة.